قبل كانت حالتنا أسوأ، قبل ما نعرف أن في مركز. يعني فاطمة كانت وهي صغيرة استمرت حالتها ضعيفة لمدة سنة، يعني هذا يعني ما ارتاحت ولا شيء، يعني وهي ضعيفة. يعني أول ما جبتها عندهم كانت يعني ضعيفة البنية، وكنت داوم بقى عندهم كل أسبوع، جبتها وهي سوء تغذية عندها يعني حاد من طفولتها، خرجت صغيرة. أول ما يدخل الطفل عندنا تكون حالته سوء تغذية حاد، تحصل جلد على عظم، حتى الشعر حقه يكون مش ما فيش فيه بشعر. بعضهم تحس الأطفال عندهم فاقدين الشهية، نضطر إن اللي هو فاقد الشهية أو يعني ما يتقبل عندنا البلبينات، نحن نضطر نحن نحول التي إف سي. في البداية توقفناها فترة مع كورونا، بس شفنا إن الإقبال إنه يعني إنه متزايد علينا، وفي حالات مليان اللي هو أقل من سالب ثلاثة، والحالات الآن في تزايد في حدود الآن يمكن يا 65 يا 70 حالة اللي حق شهر أغسطس. لا أول يعني ما وديتها المركز ده تحسنت حالتها، قال يعني جهنا المركز وقوموا يعني مقياس الطفل والوزن، يعني يقدموا لي الخدمات، يشيل منهم الأدوية، يشيل من عندهم كل شيء، قالوا لي خلاص يعني خرجت شفاء. بالنسبة للمركز أول ما فتح كان يعني كنا نشتغل بأدوات يعني بسيطة، وعندما دخلت عندنا منظمة اليونيسف صراحة دعمتنا دعم لمنظمة اليونيسف والأمداد، استطعنا من خلالها نواصل الشغل، نعمل باستقبال الأطفال اللي هو عندما يدخل عندنا الطفل نعمل القياسات الروتينية اللي هي الوزن والطول والمواك، تستمر معاه يخرج الطفل بسرعة معنا. هذا المركز يقضى على المحافظة يعني كامل من جميع القرى، حتى يجونا حتى من أحور، من خنفر يجونا، من زنجم، يعني من أماكن، من الطرية، من ذا المكان يقضى على الجميع.